بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي أسبوع جديد، أسبوع جدا مهم، وتكلمت أن أسبوع ممكن يغير موازين السوق. راح نتكلم عن أسبوع التضخم، وراح نتكلم عن أهم الأمور اللي لازم نتابعها وشنو توقعاتنا لهذا الأسبوع. ولكن قبل ما نبتدي، فريق FA شنو يقدم يا فاطمة؟ فريق FA يقدم خدمات عدة، ومن ضمنها قناة FA VIP، قناة للتوصيات والتحليلات والتحديثات شبه يومية، بمعنى أنه ممكن نحدث بنفس اليوم 3 مرات 4 مرات عادي. نقدر نحذركم إذا كانت في أمور عكسية، إذا كنا والله بندش صفقات جماعية، إذا كان عندنا تيك بروفيت معين فندخل في صفقات جماعية في قناة FA VIP، وإحنا مختصين جدا في الذهب. تمام، وإن شاء الله لي قدام في عندنا خبر جدا جميل لعملاء FA VIP. ما راح نركز فقط في الذهب، ولكن ممكن ندخل العملات وأيضا المؤشرات العالمية والنفط. فانتظروا منا تهدأ أمورنا وننقل لمكاننا الجديد برج التجارية، وإن شاء الله يا رب أن نكون مستقرين ونعطيكم كل شيء وافي ومفيد. وعندنا أيضا استشارات خاصة. شنو يعني فاطمة استشارات خاصة؟ بمعنى استشارات خاصة على برنامج زوم. يعني عندك مشكلة، عندك صفقة من عكسة، عندك حاب أنك تكون عندك إدارة مالية صحيحة، تقدر تاخذ الاستشارات الخاصة مع فريق FA، سواء معي أنا فاطمة الحربي أو أختي فاطمة العنزي. تمام، استشارات خاصة اللي هي حضوري، بمعنى أنت في دولة الكويت وحاب أنك تاخذ استشارات خاصة، وحاب أنك تتعلم على مؤشر معين سمعت عنه، حاب تتعلم على استراتيجية سمعت عنها، في عندك غلط في التحليل مو عارف تحلله بشكل صحيح، أمور كثيرة تقدر تعتبر من ضمن الاستشارات. فهذه الاستشارات الحضورية أيضا من ضمنها موجودة، وإن شاء الله بإذن الله في برج التجارية تنورونا قريب. أيضا عندنا دورات تعليمية أونلاين من ضمنها صيد الذهب والأساسيات التداول وأساسيات التحليل الفني ودورة الشموع اليابانية بطريقة فاطمة العنزي، جدا جميلة وأنصح فيها أكيد. تمام، وعندنا دورة سكالبينج للناس اللي حابة أنها تتداول على طريقة الصيد السريع أو السكالبينج. تمام، أيضا عندنا دورة تعلم MT4 والتريدينج فيو وكيفية التحليل فيهم. تمام، أو كيفية استخدام هذه المنصات إذا أنت من الصفر مو عارف شلون تتعلم تريدينج فيو أو MT4. تمام، دورة إدارة رأس المال من المخاطر أيضا عندنا، خصم خاص، وهذا باكج دائما نعطي حق الناس اللي حابين يأخذون مثلا أساسيات التداول مثلا، حلو، وحابين يأخذون الشموع، وحابين يأخذون مثلا إدارة رأس المال في باكج واحد، فهو باكج التأسيس أونلاين، وايد جميل للناس اللي حابة تبتدي من الصفر. دورات الحضورية نفسها نفس الدورات الأونلاين، ولكن أكيد يختلف سعرها لأنها حضورية. فإذا أنت حاب أنك تستفيد من خدمات FA، فتقدر أنك تستفيد لما تسجل تحت رابط وكالتنا. وكالتنا طبعا GBE Brokers. طبعا الحمد لله رب العالمين، أتشرف أني أنا انضميت مع GBE كتجربة شخصية. أنا جدا مرتاحة مع GBE من ضمن السبردات، من ضمن أمور كثيرة خلتني أرتاح أني أكمل وياهم ولله الحمد. فإذا أنت حاب أن تسجل تحت رابط وكالتنا، بالعكس هذا شيء يشرفنا. تمام، تقدر تدخل على الرابط اللي موجود تحت الوصف، تضغط على فتح حساب أو تضغط على رابط وكالة FA لGBE، وراح تطلع لك هذه الصفحة. بعدها راح تنزل للأسفل، ومن ضمنها راح تسجل بياناتك بهذا الشكل وترسلها وتوافق، وراح إن شاء الله يتواصل معاك أخوي محمد من ألمانيا، وإن شاء الله ما راح يقصر وياكم. ومن ضمن التراخيص راح نتكلم عنها سريعا، عندهم تراخيص جدا قوية وتراخيص جدا يعني لها قيمة، فتقدرون تدشون على سجل التراخيص واللوائح، وراح تشوفون ان كل ترخيص راح يوديكم حق موقع الترخيص نفسه، وتشوفون انه ساري المفعول. غير هذا الشيء، في شغله جدا جميله غير التراخيص، عندهم تامين تعويض المستثمر. لازم تقرون هذا الشيء، تامين تعويض المستثمر. تمام، تقدرون تسوون داونلود وتشوفون شنو هذا التامين. هذا التامين هو مبلغ اضافي لحمايه المتداول، تقريبا 20,000 يورو. تمام، واكثر ممكن، لازم تدشون داخل وتشوفون الوثيقة هذه، وثيقة التأمين. تمام، GBE أنا أفتخر أن أنا وياهم، GBE جدا أرتاح لما أكون معهم، وأخلي كل عملائي يكونون مع GBE Brokers. ننتقل الآن للتحليل الأساس، ندش على موضوع الميزانية الأمريكية. وايد قاعد يتكلمون عنها فاطمة، صح؟
لدرجة أن الفيدرالي الأمريكي ما عرف يجاوب وقال هذا الموضوع عند السياسيين والجمهوريين والديمقراطيين لازم يحلون هذا الموضوع، تمام؟ بل بالعكس العجز صار كبير جدا، الدين بأمريكا سقف الدين صار جدا عالي، وممكن وفي احتمالية أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما لقت حل لهذا الموضوع تدخل في الإفلاس. تخيلوا أمريكا تفلس، ممكن ليش لا؟ فتوقعوا أي شيء في 2023، تمام؟ أيضا نتكلم عن مسؤولين فيدراليين، وبين قوسين ركزوا على شيء، لما تقرون عن أي شيء عن الفيدراليين أو عن الفائدة أو عن التضخم ركزوا على التاريخ، الله يرضى عليكم. في بعض التواريخ تجيكم قديمة فالناس حرام تستند على الخبر وهو يطلع قديم، فتذكير وتركيز على موضوع التاريخ، تمام؟ مسؤول فيدراليين أمريكيين يشددون على حاجة من مزيد سعر الفائدة. ليش؟ خايفين إنه من التضخم، خايفين من التضخم بسبب البيانات الأخيرة اللي طلعت. البيانات الأخيرة قبل أسبوع أسبوعين كانت بيانات جدا ضد الفيدرالي، يعني في وظائف أكثر، قلت البطالة، وبعدين جت بيانات عكست هذه الصورة، فصار الموضوع في شيء غريب في الرزنام اقتصادية، وفي ناس قالت إن في تلاعب. هو صحيح في تلاعب، تمام، في تلاعب وفي حيتان دشوا، وفي ناس يعني ضرب استوبات، وفي أمور وايد صارت في السوق، وهذا أكيد طبعا يصير دائما في بداية السنة وفي نهاية السنة. فإن شاء الله يا رب إن إحنا سالمين وغانمين من هذه الأمور، وإن شاء الله يا رب نطلع بأفضل صورة. فعشان كذا لازم تنتبهون. الحين الفيدراليين الأمريكيين بيرفعون الفائدة، الفيدراليين أو جيروم باول أو الأعضاء المسؤولين في البنك الفيدرالي الأمريكي يبون يرفعون الفائدة من الخوف. ليش خوف؟ خوف لأن البيانات الاقتصادية ممكن ترفع التضخم. طيب فاطمة شنو في هالأسبوع؟ هالأسبوع في عندنا معدل التضخم، هل ممكن أنه يقل عن 6.5؟ لو طلع مؤشر التضخم أعلى من 6.5 أخواني، أعلى من 6.5 شو يصير هني؟ اللي يصير يا أخواني أنه ممكن يشدد الفيدرالي الأمريكي، وإذا شدد الفيدرالي الأمريكي الذهب راح يهبط والدولار راح يقوى. إي نعم، معناته أنه راح يخلي 2023 سنة تجديد أخرى غير 2022. فإحنا ناطرين كمستثمرين مو بس الذهب، أيضا الداو جونز، النازدك، العملات الرقمية، الكريبتو، أهل الكريبتو ناطرين بس الفيدرالي إنه يهدى، بس ناطرين الفيدرالي يعني يذكر الله ويبطل رفع فائدة. فرفع الفائدة المتوقع، تمام، إنه ممكن في احتمال إنه ما راح يرفعون إلا تقريبا 25 نقطة أساس شهر مارس القادم. فشهر مارس القادم 25 نقطة أساس يعني راح يوصلون إلى 5%، معناته 5% حسب شنو؟ حسب توقعات معدل التضخم، توقعات التضخم إنه توصل 5%، وهذا الشيء هو طالب الفيدرالي إنه معدل التضخم يساوي معدل الفائدة. فهني ممكن انه ما راح يرفع الفائده اخواني، ممكن يقول انا راح اخفف من تجديد النقدي، وهني راح يرتفع الذهب من المناطق الحاليه وينخفض الدولار بقوه، وفنيا الدولار في منطقه جدا حياديه راح نتكلم عنها ان شاء الله، تمام. فنرجع ونشوف الرزنامه الاقتصاديه يوم الاثنين. طبعا عندنا خطاب بومان راح يكون الساعه 16، يعني الساعه 4 مساء بتوقيت الكويت والرياض. ففي خطاب، اي نعم، ما في عطله اخواني، ما في عطله يوم الاثنين، في حركه في السوق. فيوم الثلاث شنو عندنا فاطمه؟ يوم الثلاث عندنا تقرير اوبك، حطوا بين قوسين ان في تهديد من السعوديه لزياده انتاج النفط. السعوديه تهدد بزياده انتاج النفط بعد شنو؟ بعد قرار خفض روسيا انتاج النفط. فروسيا قاعد تخفض انتاج، السعوديه شنو تبي؟ تزيد انتاج. فهذا الشيء ممكن يقلب اسواق النفط، فانتبهوا مع تقرير منظمه أوبك الشهري يوم الثلاثة الساعة تقريبا الساعة واحدة الساعة ثلاثة إن شاء الله مساء بتوقيت الكويت والرياض. ندش على أسعار المستهلكين، وهو نفسه، هو نفسه شنو يا فاطمة؟ هو نفسه معدل التضخم طبعا، ولكن باستثناء الغذاء والطاقة اللي هو هذا هو معدل التضخم. أوكي، هذا هو المتوقع كم؟ 6.2. يعني شوف في شيء غريب هنا، في شيء غريب عشان تعرفون انا شنو اتكلم عنه. حلو، بس ركزوا وياي شنو مكتوب هنا؟ توقعات التضخم اخواني، توقعات التضخم. صح فاطمه، تعالوا هنا الرزنامه الاقتصاديه انفستينج، موقع انفستينج شنو يقول هنا؟ التوقع، التقدير اللي هو التوقع كم؟ 6.2.
هم كم متوقعين تضخم؟ اي 5 متوقعين 5 اخواني، 13 متوقعين 5 يكون، متوقعين 5، ولكن التوقع ما صار كلي، يعني ما صار متوقع كلي. فهذا الشيء اللي شوي يحير في البيانات الاقتصادية اللي موجودة في موقع انفستنج وموقع تريدنج ايكونومي، تمام؟ فمؤشر اسعار المستهلكين متوقعين انه 6.2. طيب خلاص ما عليه، خلونا عند التوقع اللي هو 6.2، يعني بينخفض من 6.5 الى 6.2. طيب فاطمة، اذا انخفض وصار 6 بالضبط، الذهب راح يطير، راح يشلع فوق. ليش فاطمة؟ تضخم خف مو التضخم، اذا ارتفع يرتفع الذهب اي، بس في حالة عدم تهديد الفدرالي الامريكي لرفع الفائدة. بس هني في انت عندك شنو؟ في انت عندك الفدرالي قاعد بالكرسي ناطر مؤشر اسعار المستهلكين اللي هو السي بي اي، مؤشر معدل التضخم، ناطر انه ينخفض عشان ما يبي يشدد. ولكن لو طلع فوق ال 6.2، ركزوا معي اخواني، لو طلع فوق ال 6.2 يعني 6.4 6.6 6.7 او 7 بالضبط يطلع او 8، فمعناته ان مؤشر التضخم ارتفع. فمؤشر التضخم ارتفع، جهز نفسك الفدرالي والاعضاء الفدراليين تكلموا، تكلموا، تعال هاركر، تعال ويليامز، تحكوا على طول. راح تشوفون ان الاعضاء الفدراليين بيقولون كلمتهم برفع الفائده، وممكن ما يخلونها 25 نقطه اساس، ممكن يخلونها اعلى من 50 نقطه اساس، ممكن 75، ممكن نقطه اساس كامله. ما تستبعد هذا الشيء، تمام؟ لان ارتفع التضخم، فانا كفدرالي امريكي لما اشوف فيه رفع من التضخم لازم اشدد، ولما اشدد راح ارفع قوه للدولار قويه وانخفاض قوي للذهب وايضا للناسداك والداو جونز وجميع العملات العالميه، سله العملات كلها تنخفض، والدولار راح يصعد بقوه بسبب تشديد الفدراليين الامريكيين. هذا واقع لازم نتكلم عنه، تمام؟ فالمؤشرات كلها مهمه، ولكن اهمها طبعا اللي هو مؤشر اسعار المستهلكين السنوي اللي هو 6.5 كان بالسابق، هذا هو معدل التضخم اللي احنا ناطرينه. بعد معدل التضخم راح يطلع هاركر مثل ما قلت لكم، ويليامز راح يتكلمون، وطبعا راح يعطون يعني خلاص هني بعد ما يطلع معدل التضخم راح يعطونكم الكلام اللي يطيب الخاطر. اذا كان تضخم منخفض منخفض، فمعناته راح يقول خلاص نحن سيطرنا على التضخم، لن نرفع الفائدة، يكون هناك تجديد نقدي، قد يكون هذا اخر رفع فائدة. انا قاعد اعطيكم السيناريو اللي ممكن يقولونه اللي هو منه هاركر وويليامز. فانا اتوقع اذا انخفض التضخم راح يكون كلامهم جدا ناعم على الاقتصاد وعلى على الشارت، واذا كان كلامهم شديد بسبب رفع معدل التضخم اعلى من 6.5 واعلى من المتوقع بعد، فانتبهوا اخواني، يوم الثلاث يوم صعب جدا، وهذه نصيحه من اختكم فاطمه، تمام؟ ندش على يوم الاربعاء. يوم الاربعاء شنو عندنا يا فاطمه؟ يوم الاربعاء طبعا بعد تحركات يوم الثلاثاء اللي راح تكون جدا عنيفه، واذكركم بهذا الشيء، راح يكون عندنا ايضا مؤشرات جدا جدا مهمه، تمام؟ من اهم مبيعات التجزئه الاساسي، وايد مهم، ويعتبر من ضمن ما يعتبر معدل تضخم، لا يعتبر من ضمن معدلات التضخم، تمام؟ بعدها راح يكون مبيعات التجزئه ايضا من ضمن معدل التضخم، فهذا يبين لك ان التضخم راح يرتفع لقدام ولا راح ينخفض لقدام، اكيد راح يعطيك ايجابيه وسلبيه الدولار الامريكي، فانتبه عليه، جدا مهم. انتاج الصناعه ايضا مهم جدا، تمام؟ مبيعات التجزئه مهم، والله ما بكذب عليكم كله مهم، تمام؟ فان شاء الله في قناه اف اي في اي بي لحظه بلحظه راح نقول لكم شنو المجمل، ايجابي او سلبي، ندش صفقات ولا ما ندش، وهالامور. طبعا احنا في قناه اف اي في اي بي احيانا ندش سكالبينج، احيانا ندش سوينج، احيانا نخلي صفقتنا تقعد يوم كامل، تمام؟ المهم ندخل نقاط، هذا هو اكثر تفكيرنا في قناه اف اي في اي بي، تمام؟ مخزون النفط ايضا اخواني راح يكون يوم الاربعاء 6:30 توقيت الكويت والرياض، ومزاد السندات 20 سنة ايضا وايد مهم. ندش على يوم الخميس، يوم الخميس عندنا تصاريح البناء وايد مهم، وايضا معدلات الشكاوى من البطالة. تذكروا شكاوى من البطالة لعبت فينا اخر مرة، لعبت فينا، فعشان كذي احنا لازم ننتبه انه الشكاوى من البطالة هالمرة أيضا راح يعطينا حركة جدا قوية، وممكن تعطينا حالة عدم يقين، والله أعلم، عشان كذي ننتبه من معدلات الشكاوى في يوم الخميس إخواني. مؤشر بلاديفيا وايد مهم، أيضا مهم للمؤشرات العالمية مثل ناسداك والداو جونز، فننتبه جدا، تمام؟
أسعار المنتجين أيضا مهم جدا جدا جدا، شوفوا جدا جدا جدا. طيب لما تطلع هذه المؤشرات كلها فاطمة يوم الخميس راح يصير، راح ييك ميستر وبولارد، ميستر وبولارد يعني راح يكون في ظهور قوي هذا الأسبوع لجميع المسؤولين الفيدراليين يا فاطمة. إيه نعم، قلنا ويليامز، بولارد، هاركر، ميستر، كلهم راح يطلعون وراح يتكلمون، لأن أسبوع وايد مهم إخواني، تمام؟ راح تشوفون وايد حركة قوية، فخلونا نستفيد من الحركة سواء بيع أو شراء، تمام؟ فالخطابات راح يتكلم فيها ميستر وبولارد بعد ظهور المؤشرات. طيب عندنا يوم الجمعة، يوم الجمعة شنو مع أغلاق السوق؟ عندنا ميستر راح يتكلم مرة ثانية، تمام؟ بعد ما يتكلم ميستر راح تطلع لنا أسعار الصادرات والواردات، وبعدها راح يطلع بومان، قلنا إن بومان راح يتكلم أيضا، تمام؟ بس كذي إحنا خلصنا هذا الأسبوع، فننتبه الله يرضى عليكم. معدل التضخم جدا مهم، الله يرضى عليكم، معدل التضخم جدا مهم راح يغير موازين السوق، هذا هو التحليل الأساسي. ولا ننسى إن أمريكا أسقطت ثاني بالون صيني، وأمريكا تريد عودة قواتها الخاصة لأوكرانيا، والكونغرس يرفض، معناته إن في عندنا تصعيد، فوق التصعيد في عندنا معدل تضخم، فانتبهوا الحركة وايد راح تكون قوية. إخواني مع بعض الدولار الأمريكي، مؤشر الدولار الأمريكي من أهم المؤشرات اللي لازم نحللها وندقق عليها بإغلاقاتها ونماذجها، بمعنى هل هناك نموذج سلبي يا فاطمة على الدولار الأمريكي؟ عندنا نموذج جدا كبير ولم يتم تفعيله. ليش لم يتم تفعيله؟ لأن الحين احنا في تكوين الكتف الأيمن، وراح نتكلم عن هذا الشيء، ولكن قبل ما نتكلم عن هذا الشيء بتكلم عن المناطق الحالية اللي احنا فيها. طبعا الخط الأزرق هذا الصغير، هذه هي المناطق اللي احنا فيها، تقريبا نقدر نقول ان احنا في منطقة 103.570، تمام؟ وعندنا المنطقة الأولى طبعا اللي هي منطقة 103.870، هذه منطقة جدا مهمة لازم يصير فيها كسر واضح وكامل، وفعلا احنا فيها، اصلا احنا فيها، تمام؟ المنطقة الثانية واللي هي منطقة 103.60، اذا تم كسر هذه المنطقة وهذه المنطقة راح نشوف نزيف قوي للدولار الامريكي. خلصنا من هالمناطق التاريخية، اي نعم تاريخية، يعني فوق الاربع سنوات، تمام؟ نرجع ونشوف الراس والكتفين اللي انا اتكلم عنه، شنو اللي قاعد تكلمين عنه يا فاطمة؟ وهل ممكن يكون بشكل ادق واجمل من الصورة الحالية؟ لان شموع جدا كبيرة يا فاطمة، شموع اسبوعية، ركزوا وياي، انا احتاج تكوين كتف، يعني الرجوع الى مستويات 101 وكسر 101، واذا تم كسر 101.500 راح يصير نزول جدا قوي، وقد يتعدى مستوى اللي هو شنو؟ مستوى فيبوناتشي اللي مفروض يرتد منه الدولار الأمريكي، لأن نموذج سلبي ورأس كتفين واضح أمامنا سلبي بقوة، تمام؟ طيب فاطمة، شمعة الويكلي هذه يعني مو بالعين يا فاطمة، يعني هل ممكن أنها هذه الشمعة ما راح تعطينا الإيجابية؟ ممكن مع البيانات التضخم ممكن تغير مسار الدولار بسلبية جدا قوية، لا ننكر هذا الشيء، تمام؟ يعني هذه شمعة جدا سلبية، ليش ما كملت؟ مثلا هذه شمعة يعني مفروض انها تصعد، هذه شمعة مفروض انها تصعد، ليش ما صار هالصعود؟ مو معناته ان الشموع بتعطيك الامور بشكل جدا قوي الا بعد اتخاذ الشروط الكاملة لهذه الشموع، تمام؟ فلو نلاحظ حاليا هني 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 نركز ونحط فريم الديلي، ركزوا بفريم الديلي، احنا عند تكوين الكتف الايمن، تمام؟ شنو عندنا يا فاطمة؟ عندنا تقريبا علم واضح، إنه علم غير هذا العلم هو قاعد يرتد من مستوى فيبوناتشي 61 اللي هو 103.570، فإذا تم إغلاق أسفل هذه المستويات بشكل كامل فمعناتها راح نروح ل 103.112، ومن هنا راح نشوف تحدي لمسار سلبي للدولار الأمريكي لتجاوز مستوى وايد مهم هو مستوى 102.500. إذا تم تجاوز 102.500 راح نروح على طول لرسم الكتف بهذا الشكل، تمام؟ بحاول أكبر بهذا الشكل، فراح يصير كتف أيمن سلبي بقوة، بعدها راح نشوف الهبوط اللي أنا تكلمت عنه، تمام؟ هذا هو توقعاتنا للدولار الأمريكي إذا تمت ظهور بيانات تضخم
لعدم تجديد الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة. يعني شلون؟ يعني لازم تكون يكون معدل التضخم أقل، ولازم أن يخدم توجهات الفدرالي بعدم رفع الفائدة وعدم التجديد، فلازم التضخم يطلع أقل. إذا التضخم صار أعلى، لا بالعكس، ممكن أن إحنا نتجاوز هذا المستوى ونرجع لمستويات 109 أخواني، يعني نستبعد هذا الشيء. طبعا مو بسرعة 109، لا، راح نروح 105، بعدها راح نروح 107، بعدها 108، بعدها 109. فهذا إذا تم ظهور مؤشر تضخم أعلى من المتوقع، تمام؟ ولكن توقعنا السلبي أنه بيكون في عندنا تكوين كتف أيمن تجاوز 100، تجاوز نسبة معدل فيبوناتشي 38 واللي هو 100.2، وبعدها راح نشوف كسر مستوى خط العنق للرأس والكتفين اللي هو تقريبا 101.500. إذا تم الكسر بشكل واضح بشموع كاملة، مو نفس الشيء، على لازم تكون شموع خارج الخط نفسه، تمام؟ فمعناتها راح يستمر بهبوط قوي الدولار الأمريكي، وهني تكون الرأس والكتفين اللي احنا ناطرينه، تمام؟ نشوف فريم الأربع ساعات. اي نعم، شوف فريم الأربع ساعات. مثل ما تلاحظون فريم الأربع ساعات يعني حاول كثر ما يقدر يطلع عن مستوى 61 في فيبوناتشي الذهبي، ولكن كل ما بيزوره بيعطيني برايس أكشن هبوط يروح يرجع بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية. ولاحظوا يرجع. الحين شنو صار يا فاطمة؟ اللي صار إنه ممكن يرتد هبوطا من هذه المستويات، وهي نستغل إحنا شراء الذهب وإغلاق في بنقاط جدا قريبة، وراح نتكلم عن تحليل الذهب وشنو النقاط القريبة اللي نسكر منها، لأن ما تقدر إنك أنت تبيع بقوة أو تشتري بقوة إلا لما يصير في عندي كسر لهذا العلم، كسر لهذا العلم، أي بمعنى 102.500 إذا تم كسرها فراح ينزل بقوة، راح نشوف صعود للذهب. والعكس صحيح، إذا تم تجاوز تقريبا 104، فأخواني حطوا في بالكم أنه ممكن في احتمالية أنه يصير في عندنا صعود قد يساوي يعني ضلع هذا العلم بهذا الشكل، يعني خلينا نقول نفس المستوى، يعني معناته أنه ممكن يصير في عندي صعود ل 106. بداية قلت لكم 105، بعدين 106.500، طبعا هذا هو العلم نفسه، تمام؟ فممكن في احتمالية، فإحنا عندنا احتمال سلبي واحتمال إيجابي، والأقرب إن شاء الله بإذن الله سلبي للدولار الأمريكي، وأن التضخم يكون مثل المتوقع أو أقل من المتوقع، فهني راح يكون في علاج للتضخم. نشوف عوائد السندات الأمريكية. عوائد السندات الأمريكية مثل ما تلاحظون إحنا كان عندنا اتجاه صاعد، تم كسره بشمعتين وتكلمنا، ولكن شمعتين اختبوا مستوى 38 فيبوناتشي، ومن ثم أعطاني برايس أكشن صعود وصعد بسبب البيانات الاقتصادية، ولكن وصل لمستوى الخط اللي هو خط الترند هذا نفسه رسمته بناء على هذه الشمعة، وبناء على هذه الشمعة وملامسة هذه الشمعة صار هذا خط الترند، فلمس الخط الترند الأصفر اللي هو الصاعد والقناة الهابطة، فمعناته إن شاء الله بإذن الله فيه ارتداد من هذا المستوى. نروح فريم أقل ونشوف فريم الأقل. يقول لنا إيه نعم، تم اختبار مستوى 38 مرتين وارتد منه مرتين، أعطاني دبل بوتوم وصعد، معناته أنه يا أنه عوائد السندات تخترق مستوى 3.800 ويصعد بقوة جدا عالية، أو العكس صحيح، ممكن يعطيني برايس أكشن من هالمنطقة، أو مثلا علو منطقة 3.800 يعطيني برايس أكشن ويهبط لاختبار المستوى الثاني وهو مستوى 50 فيبوناتشي هو 3.027، فهني ممكن يرد يختبره. وإذا تم اختبر هالمنطقة معناتها راح يختبر أسفل القناة بهذا الشكل، خلنا أقول لكم مثال، يعني راح يجي هني، فمعناتها أنه لمس القناة هني. إيش راح يصير؟ ممكن يعطيني برايس أكشن من منطقة 0.50 فيبوناتشي كعوائد سندات ويرد يصعد مرة ثانية، وهكذا يجي يوصل هالمستوى ويروح ينزل مرة ثانية، ويصعد مرة ثانية وينزل مرة ثانية عشان يختبر شنو؟ مستوى الذهبي. ومن المستوى الذهبي هذا يا أنه يصعد بقوة يا أنه يهبط أقوى وأقوى. هذه عوائد السندات، وهذه توقعاتنا حسب تصحيح فيبوناتشي، حسب اتجاه الصاعد والقناة الهابطة. فناطرين إن شاء الله نشوف معدل التضخم، بعدها راح تكون الصورة واضحة جدا لعوائد السندات والدولار الأمريكي. أخواني ومثل ما تشوفون إغلاق أسبوعي قد يكون جدا انعكاسي، عشان كذي لازم ننتبه.
نشوف مع بعض الأغلاق الأسبوعي. إيه نعم، شمعة دوجي، شمعة دوجي، شمعة دوجي معروفة شمعة حيرة، يعني ممكن أن هي يعني يكون هذه أصلا نجمة المساء، وتكون هذه ممكن تكون نجمة الصباح. فأنت الحين في حيرة جدا قوية في الأغلاق الأسبوعي للذهب، فلازم تنتبهون. ممكن يكون تكون هذه نجمة، نجمة الصباح وهذه نجمة المساء، فممكن يصير في عندك احتمالين، يا أن صعود قوي يا هبوط قوي. فعشان كذي لازم تنتبهون من شمعة الحيرة الأسبوعية. عشان كذي شمعة الأسبوع هذا إذا كانت إيجابية راح تتحول، أو راح يتحول نموذج اللي هو أمامكم إلى شمعة نجمة الصباح. وبالعكس صحيح، إذا سكرت بسلبية وخط الاتجاه الأصفر مثل ما تلاحظونه أمامكم هذا، تمام، تم كسره بجسم كامل أو ربع جسم أو نص جسم أحمر، فمعناته أن شمعة المساء هي اللي سيطرت وهي اللي تم تأكيدها، وراح يستمر بهبوط جدا قوي. تمام، فشموع جدا مهمة أسبوعيا لازم نركز عليها، ولكن خلونا نركز أكثر في المنطقتين اللي هما 1853 و1846. شنو فيها فاطمة هي بالضبط؟ بالضبط ممكن يكون في ارتدادات عند هذه المنطقة، لأنها ارتدادات تاريخية، وإغلاقات فوق هذه المناطق إغلاقات إيجابية لاستمرار الصعود. والعكس صحيح، إذا تم إغلاق أسفل 1843 ممكن نشوف هبوط قوي للذهب أخواني، فانتبهوا من هذه الإغلاقات. ننتقل إلى فريم، شنو يا فاطمة؟ فريم الديلي. فريم الديلي مثل ما تلاحظون أيضا عندنا أماكن وايد محددة ومركزين عليها. احنا وين سكر السوق؟ 1865 بالضبط، عند مستوى تم الصعود منه بقوة ومستوى تم النزول منه بقوة. تمام، عشان لازم ننتبه من هذه المستويات، يعني مستوى ممكن ينزلك بقوة ومستوى ممكن يصعدك بقوة. فعشان كذي مناطق حيادية، مناطق حيادية نذكركم دائما احنا في قناة صاعدة الى الان لم يتم كسرها بشكل كامل. قلنا شنو شروط الكسر؟ اللي هو ثبات اسفل 1800 وعلى الأقل 48 بشمعة سلبية كاملة، بعدها راح نشوف السلبية تكتمل للذهب. والعكس صحيح، هل هناك تصحيح يا فاطمة؟ إحنا ناس معلقين صفقاتنا داخلين من 1920، إيش راح نسوي يا فاطمة؟ ركز معي، الله يرضى عليكم، ركزوا معي. إحنا عندنا توقعات أن إذا كان التضخم أقل من المتوقع، فمعناته راح يصير في عندي ارتفاع بهذا الشكل، راح يختبر لي 1906 1916، وممكن يوصل كبداية، خلينا نتكلم كبداية، ممكن كبداية يوصل 1895. فاللي عنده صفقات شرائية من هذه المناطق يسكر، يحط تيك بروفيت عند 1890 مثلا، حلو، ينتظر بعدها راح ممكن يعني يرتد من منطقة 75 ويصعد إلى مستوى كم؟ 1906. من 1906 ممكن أن ينزل بقوة أخواني، فحاولوا تسكرون صفقاتكم. تمام، إذا كان مثلا مؤشر التضخم مو حيل نازل، يعني نازل نزول جدا عادي، فممكن ما يرتفع الذهب بقوة. تمام، طيب فاطمة، راح وصل لمستوى 1916، راح نسوي إحنا هني نبيع، نبيع راح نبيع، لأن في عندنا مؤشرات تؤكد لنا أن في استمرارية للهبوط، ولازم نرجع نزور مناطق مهمة راح نتكلم عنها بفريمات ثانية. تمام، ولكن فاطمة إذا ثبت فوق مستوى 1922 إيش راح يصير يا فاطمة؟ اللي راح يصير إنه راح يتم إلغاء تصحيح في بناتي هذا اللي هو أمامكم، اللي هو الهبوط هذا اللي صار. تمام، فهو معناته إنه تجاوز هذا الهبوط وراح يصعد بقوة، فراح يصعد بقوة، يعني معناته راح يخترق مستوى 1960، وراح نشوفه أول شيء عند 68، وبعدها إن شاء الله راح نشوف مناطق جدا إيجابية للذهب. المهم أن 1916 نذكرها ولا ننساها، وهذه الأماكن التصحيحية لازم نحطها في بالنا. تمام أخواني، ننتقل لفريم الأربع ساعات. فريم الأربع ساعات مثل ما تلاحظون عندنا نموذج بوق وواضح جدا، خلينا نحط الارتكازات مع بعض عشان نفهمكم شنو نقصد بالارتكازات. هذا ارتكاز أول، ثاني، ثالث، رابع، خلصنا من الارتكازات اللي فوق. شوف الارتكازات اللي تحت، هذا واحد،
هذا اثنين تمام. طيب فاطمة شنو شروط البوق؟ شنو شروط البوق؟ شروط البوق اخواني مثل ما تلاحظون انه يكون في عندنا بوش، وفعلا هذا البوش عند مستوى 1857 نتفائل خير عند هذا البوش، وهذا البوش ممكن انه يصعد لنا الذهب الى مستويات بداية 1871، بعدها راح نشوفه عند 1888، وراح يسيطر على موفينج 50 1890. هي منطقة جدا صعبة 1890، ممكن انه يرتد منها عشان موفينج 50، فننتبه كأربع ساعات واضح عندنا ان 1890 منطقة جدا حساسة ممكن يرتد منها الذهب، وممكن يتجاوزها ويختبر المناطق اللي تكلمت عنها 1894 1894 و 1906 او 1905.55 و 1916 اخواني، ثلاث مناطق لازم نتذكرها دائما ممكن يزورها، وبعدها ممكن نبيع عند 1916 حسب البيانات الاقتصادية اللي راح تطلع هذا الاسبوع. مو بس مؤشر التضخم، في عندنا بيانات اقتصادية، في عندنا امور كثيرة. طيب فاطمة طمنينا طمنينا ان شاء الله انه يكون هذا المكان ارتدادي. لحظة، هذا المكان ارتدادي، فأكيد في عندي علامات أنها تبين لي أن 1865 إذا تم إغلاق فوقها فراح يصعد، وهذا هو تم إغلاق فوقها، تم إغلاق فوقها. فإن شاء الله يا ربي فالكم الخير، حاولوا كثر ما تقدرون تسكرون صفقاتكم الشرائية. طيب فاطمة لا سمح الله لا سمح الله يبي ينزل الذهب، يبي ينزل الذهب، وين راح يروح الذهب يا فاطمة إذا حاول أنه ينزل أكثر من كذي؟ ركزوا معي وشوفوا. إذا كان بينزل قلت إنه لازم يتجاوز 1848 43، راح ينزل إلى 1820، هذا بداية كتصحيح جدا كبير. ممكن نروح فريم الديلي عشان أبين لكم شنو أنا أقصد عنه. هذا الفريم الديلي، فريم الديلي يبين لي إن أنا لو أخذ لي تصحيح من مستوى الاختراق، هذا مستوى الاختراق تقريبا هذا بالضبط، حلو، فمعناته أنه ممكن يرد يصحح عند، هو تقريبا صحح، يعني هنتكلم أنه صحح، يعني لمس 1857 وبيرتد منها، هذا توقعنا أنه بيرتد منها، تمام؟ ممكن أنه يرتد منها. طيب فاطمة إذا حاول أنه ينزل أكثر الذهب وتجاوز 1848-43 ممكن وين يروح يا فاطمة؟ راح يروح 1827 كتصحيح في بوناتشي 50، آخر موقع ممكن يوصل للذهب إذا كان بيهبط وإذا كان بيشدد الفيدرالي 1798 1798 هني نفكر نشتري وبقوة، تمام أخواني؟ ولكن الآن إحنا ما نفكر في البيع والشراء غير ما ننطر مؤشر التضخم، هذا لازم أذكركم فيه لأنه وايد مهم، راح يغير موازين السوق. فعندنا في فريم الأربع ساعات بوق، وعندنا أيضا بفريم الساعة بوق، وركزوا على البوق مال فريم الساعة، وركزوا على الأمور اللي صارت فيها تذبذب، حالة عدم يقين للذهب، قمة أعلى من قمة أعلى من قمة أعلى من قمة، بعدها طلعت القيعان تقريبا مساوية لبعض، بعدها عطاني قاع جدا هابط، بعدها راح صعد وعطاني قاع أعلى من القاع السابق، فمعناته حالة عدم يقين للذهب، وكون نموذج بوق، ونموذج بوق يبين لنا أنه ممكن يرد يصحح عند مناطق 1876 وبداية طبعا 67 بعدين 72 بعدين 76، وإذا تعدى 76 راح نروح حق الفيبوناتشي الأكبر اللي تكلمت عنه قبل شوي اللي هو 1892 أو 94 أفضل، و 1906 و 1916، هذه مناطق راح يرتد منها بقوة بسبب النزول اللي صار، لازم يصحح عند هذه المناطق، تمام؟ هذا بخصوص الذهب. نتكلم عن جي بي اي بالمختصر مفيد، ونعيدكم دائما شنو مميزات جي بي اي، ردات جي بي اي جدا مميزه، تمام؟ ما عندهم توسعات يعني تيك بروفيت ان شاء الله باذن الله، دامك محلل صح وحاط اهدافك صح راح تاخذ التيك بروفيت بشكل جدا جميل. حتى الاستوبات مو من الشركات اللي تضرب الاستوبات، انا اسف هذه الكلمه، ولكن عن واقع تجربه جي بي اي مميزه. أذكركم شغلة جدا مهمة، شنو قلت لكم قبل شهور لما كنت بدبي؟ قلت لكم جي بي اي قانونية، بمعنى لما تتعامل معها راح تتعامل معها بشكل قانوني، واللي يتعامل مع القانون يكون مرتاح. واريو فرانسيسكو
Hi, Fatma. Welcome to GBE Brokers. Thank you, thank you. Tell me about GBE Broker. Oh, GBE Brokers basically is one of the top brokers in this moment. We want that all you feel safe with us, protect you, your capital. What the special for GBE? First of all, we have very competitive spreads, very competitive commission. We adapt in a very flexible way to the needs of our clients, and especially we will have the most gentle support from our team. Let a sucker start and I'ma get it.